السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بالخير والسرور متابعينا غاليين، يا هلا ومسهلا بالزوار ومشتركين الجدد، منورين قناتكم، بنكمل لكم اليوم تغطية معرض المارد الموجود بالشارقة، طبعا اللي معنا هذا اكس 1 من بي ام، يعتبر أصغر كروس اوفر بسيارات بي ام. الفئة اللي معنا هذه حجم الماكينة 2000 وقوة رحصنا 231 حصان، فيها سقف بانوراما، فيها نافيجيشن، فيها مثبت سرعة وفيها كاميرا خلفية وكراسي، عندك الجنط مقاس 18 والكفرات رن فلات وسماعات هاي فاي راح نشوفهم مع بعض، انوار LED وفيها كشافات ضباب، وهذه فيها اللي هو نظام مساعدة الوقوف اللي هو اوتو بارك، وفيها نظام الكونسيرت سيرفيس وكونكت درايف، وتدعم نظام اللي هو ابل كار بلاي، نظام الدخول ذكي ونظام الاتصال الذكي. وهذه الواجهة الأمامية، أنوار LED وكشافات ضباب، وعندنا حساسات أمامية. طبعاً هذه تعتبر أصغر كروسوفر بسيارات بي ام. هذا الشكل الجانبي، الجنط مقاس 18، مقابض الأبواب نفس لون السيارة، السلة العلوية باللون الفضي، الإطارات النيكل جاية على الأطراف النوافذ. وهذا الشكل من وراء، اسطبات LED. اكس 1 2019 مخرجين شكمان واكس درايف. وخلونا اوريكم اول شيء الشنطه، وهذه الشنطه، الشنطه يدويه، جايب حجم متوسط وكويس على مقاس السياره، وتقدر تصفط المراتب بعد. وهنا مساحه تخزين مع اغراض السياره والكفرات جايه رن فلات. وخلونا اوريكم الحين صرفيه الوقود، هذه صرفيه الوقود، يمشيك اللتر 17.8، بنزين 95. وهنا نشوف الصف الثاني، التخشيب هنا جايك بيانو بلاك، الداخلية باللون الأبيض ومراتب جلد، وهذه التكهاية اللي بالنص مع حامل أكواب، وعندك مخارج مكيف مع مخرجين USB، وفيها سقف بانوراما. وخلونا، وهذه جهة السواق دخول ذكي، زر التحكم بالنوافذ، تخشيب بيانو بلاك في المركزي، وذاكرة تخزين مراتب جاية وين؟ هنا تحت، والكرسي الكهرب بعد تحكم من تحت. هذا الشكل الداخلي، زر التحكم بالدركسوك، مكمل لكم باقي المواصفات. وهذه الداخلية، الشاشة جاية بحجم تقريبا 6 إنش. هذا الطبلون، خلونا نشغل السيارة ونقول بسم الله. طبلون 260 والار بي ام جايك على اليمين، وهنا تقدر تتحكم وتشوف حقه كم صرفيه الوقود والعداد. هنا مثبت السرعه، تبديل شفتر، زر التحكم اللي هو بالشاشه، والشاشه هذه مثل ما قلت لكم حجمها تقريبا 6 انش، وفيها كاميرا خلفيه، وهذه القامه الرئيسيه بالشاشه تدعم الانظمه اللي قلت لكم بالبدايه مع كاميرا خلفيه. وهنا فتحات التكييف اللي جاية بالنص مع ازرار اختصار حقات الشاشة والتحكم اللي بالمكيف، وهنا الجير تبترونك، وعندنا هنا حامل اكواب مساحة تخزين صغيرة، ووضعية قيادة سبورت وايكو، وهنا اللي هو الاوتو بارك، وهنا جرنط الكهرب، وهذه تقدر تتحكم بالشاشة. وبالنسبة لوضعية قيادة فيجيك بالشكل هذا، كومفورت وسبورت وايكو برو، وهذه التكاية اللي بالنص، هنا هذا المفتاح، وجاية بطبقتين، جاية بالشكل هذا مع مخرج حق اليو اس بي. بس تقريبا خلصنا، طبعا فيها رباقات أمامية وجانبية. بالنسبة للدرج فهذا هو الدرج، والبوري هذا بوري. وبالنسبة للسقف عندنا هذه إضاءة السقف، جاية باللون الأبيض، هذا حق ستارة بالنظام. واخفيكم شمس وحر، الله يرحمنا الرحيم. بس خلصنا، اوريكم الحين المكينة. وهذا الانوار، الانوار LED جاي على شكل عدستين مع كشافات الضباب، والليد النهاري، وفيه الاشارة بالمراية، وهذه اسطبات الخلفية LED طبعا، وهذه الالوان متوفرة عندهم، اغلب الالوان موجودة عندهم. الداخلية شوف اغلبها داخلية باللون الابيض، طبعا هذه تعتبر اعلى فئة، عندك الاسود، عندك الفضي، وعندك الابيض والاسود والرمادي الغامق، اغلب الالوان متوفرة، واغلب الداخلية باللون الابيض،
يمكن بس الفضي هو اللي باللون الأسود. وبس سلامتكم الغالين، أرقام ومحسباتهم كلها موجودة تحت بالوصف. في أمان الله وبحفظ الكريم.